تفاصيل كتير وكواليس بيعيشها الأهلي الفترة الأخيرة، أولهم رحيل 11 لاعب من صفوف الفريق والإطاحة بطبيب النادي بسبب التشخيصات الخاطئة، ومباراة هامة بينتظرها عشاق الأهلي اليوم في مشواره والفريق لكأس مصر. طبعاً تفاصيل كتير هنوضحها لحضراتكم من خلال هذه التغطية الرياضية. تسيطر حالة من التوتر على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وبالأخص بعد إعلان مدرب الفريق كولر تحديد مصير 11 لاعباً من الفريق مع الأهلي. أعلن النادي الأهلي أسماء لاعبه الراحلين أو اللاعب الراحلين عن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بسبب عدم الحاجة الفنية لهم وفق رؤية السويسري مارسيل كولر المدير الفني، وبالفعل رحل عن الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية كل من حمدي فتحي الذي انتقل في صفقة بيع إلى نادي الوكرة القطري، كما رحل أيضا أيمن أشرف بعد انتهاء عقده ورفض السويسري مارسيل كولر استمراره داخل الفريق، ورحل أيضا البرازيلي برونو سافيو بسبب عدم اقتناع المدرب بإمكانياته. وانتقل شادي حسين وعلي لطفي في صفقة بيع إلى نادي زاد الصاعد حديثا للدوري الممتاز بجانب مصطفى سعد ميسي الذي رحل إلى زاد على سبيل الإعارة، ورحل أيضا الموزمبيقي لويس ميكيسوني عن الأهلي وعاد إلى فريقه السابق سيمبا التنزاني بشكل نهائي بعد طلب مارسيل كولر عدم استمرار اللاعب عقب انتهاء إعارته مع طبعا أبها السعودي. ورحل أيضا عن الفريق المهاجم الشاب فهد جمعة بعدما خاض فترة إعارة في سموحة والداخلية ورفض كولر عودته للفريق مرة أخرى. ورفض أيضا المدرب السويسري عودة سعد سمير مدافع الفريق بعد انتهاء إعارته مع فريق فيوتشر، إذ منحت الإدارة المدافع حرية الاختيار بين الانتقال إلى تاد آخر أو الاعتزال وتوفير فرص عمل له داخل النادي الأهلي تقديرا لمجهوده داخل النادي طوال السنوات الماضية. وينطبق نفس الأمر على الثنائي محمد محمود وعمار حمدي بعد انتهاء إعارتهما من الاتحاد السكندري وسموحة، إذا يتحفظ كولر على عودتهما لعدم الحاجة الفنية لهما. أيضا أطاح مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بطبيب الفريق الأول الدكتور أحمد أبو عبلة خلال الساعات الماضية بعد التنسيق مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر. وكشفت مصادر من كواليس إقالة طبيب النادي الأهلي بالدكتور أحمد أبو عبلة من منصبه وأرجع ذلك إلى التشخيص الخاطئ لثلاثة نجوم بصفوف المارد الأحمر. وذكرت المصادر أن التشخيص الخاطئ لإصابة ثلاثة نجوم بصفوف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي وراء قرار السويسري مارسيل كولر برحيل الدكتور أحمد أبو عبلة عن منصبه خارج النادي. وأشارت إلى أن التشخيص الخاطئ الأول تمثل في اختيار الدكتور أحمد أبو عبلة كولر مدرب الأهلي بعدم إمكانية مشاركة محمد الشناوي في مباراة الذهاب أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، ما جعل المدير الفني طبعا بيصدر قرار بإراحة الحارس الدولي وإسناد المهمة إلى مصطفى شوبير الحارس الثالث للشياطين الحمر. ولفتت المصادر إلى أن التشخيص الثاني الخاطئ من قبل طبيب النادي الأهلي الدكتور أحمد أبو عبلة جاء بعد إصابة محمود متولي مدافع الفريق، حيث أبو عبلة أكد أن اللاعب يعاني من شد في القدم. طبعا تفاجأ بعد كده كولر أن متولي بيعاني من خلع في الكاحل ويحتاج للغياب لفترة طويلة. وشددت المصادر على أن التشخيص الثالث الخاطئ الذي وقع في طبيب النادي الأهلي الدكتور أحمد أبو عبلة جاء على خلفية إصابة عمر السولية نجم خط الوسط في العضلة الخلفية، وتقديراته في احتساب الفترة الزمنية لخضوع اللاعب إلى فترة علاج من أجل التعافي.
ويلتقي مساء اليوم الخميس فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر نظير فريق المصري البورسعيدي على ملعب استاد برج العرب في الإسكندرية في إطار منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر، ويبحث النادي الأهلي عن لقب جديد يضاف إلى دولاب بطولاته عبر تخطي النادي المصري في مسابقة كأس مصر، فيما يسعى النادي المصري تحت قيادة علي ماهر في أول ظهور له بعد توليه القيادة الفنية خلفا لعبد الرازق إلى تحقيق الانتصار أمام النادي الأهلي. ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مواجهة النادي الأهلي ونظيره المصري فريق إمبي في نصف نهائي بطولة كأس مصر، وطبعا قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تحت إشراف عامر حسين تقديم موعد مباراة دور الثمانية لكأس مصر التي تجمع نادي الأهلي ونظيره المصري ساعتين لتقام في 6 مساء اليوم الخميس بدلا من 8 باستاد برج العرب بالإسكندرية. وأيضا من المقرر أن تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت مباراة النادي الأهلي ونظيره المصري في دور الثمانية بكأس مصر اليوم الخميس. وتغلب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر على نظيره فريق الداخلية بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد الماضي في إطار منافسات دور الـ16 ببطولة كأس مصر. ويواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره النادي المصري اليوم الخميس في ربع نهائي كأس مصر. وعن التشكيل المتوقع في حراسة المرمى فهيكون محمد الشناوي في خط الدفاع، محمد هاني، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، علي معلول، وفي خط الوسط مروان عطية، اليوديانج، محمد مجدي، أفشة، وفي خط الهجوم فهيكون بيرسي تاو، محمود كهربا، حسين الشحات. مشاهدينا إلى هنا تكون انتهت تغطيتنا، بنشكر حضراتكم جدا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.